كاريكاتير ستافرو جبرا. وطبعا هو من وحي رحلة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان إلى نيويورك، حيث رح بيكون له كلمة بالجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكان امبارح اعلن الامين العام للامم المتحده بان كي مون تطلعه للقاء الرئيس سليمان لمناقشه التطورات المحليه والاقليميه والقرار 1701. اذا مشاهدينا، مع هذا الكاريكاتير لستافرو جبرا بنكون وصلنا لختام فقره بريس ريفيو لليوم. هذه كانت ابرز العناوين اللي حملتها الصحف. طبعا المزيد من التفاصيل والاخبار بتتابعون بنشرات اخبار الام تي في طوال هذا